بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب يا إخوة، كان في عملة مهمة جدا يا إخوة، في الكتاب موضح عليها صعود قوي جدا، يعني ممكن توصل إلى 100% وممكن 150% في وقت وجيز جدا، يعني ممكن إلى نهاية أو إلى بداية أكتوبر فقط. يعني هذه العملة يا إخوة هي أجولد. العملة موجودة على باينانس. أجولد هذه العملة يا إخوة حاليا، هذا هو الفريكتال الخاص بالعملة. حاليا لديها هبوط، طبعا مناطق الشراء هتكون من 58 إلى 54 يا إخوة، هذه مناطق الشراء. إن شاء الله بإذن الله العملة راح ترتفع إلى $1.70. تمام، هدفنا الأول هو $1.70، عندها بعدين تصحيح، ومن ثم في هدف تقريبا عند $3 وممكن $3.50. بالنسبة للأخوة اللي دخلوا في عملة جالا، أنا أفضل إنه نطلع من عملة جالا يا إخوة، لا بأس مكان الدخول، ونركز على هذه العملة. راح ننتظرها إن شاء الله بإذن الله عند الهبوط اللي هو يوم 24 تقريبا. ننتظر الهبوط إلى 58 ونبدأ الشراء. إذا هبطت إلى 54 أيضا نضاعف الشراء، وبإذن الله هدف الفريكتال زي ما احنا شايفين حيكون طيب بإذن الله، وربنا يوفق الجميع.